هذا المسلي شويه بعض احكام واداب المساجد اللي كيف كتم زوخت مليح مليح خاطر تلقى داك احكام فقهيه نحوج جد. هذا الفتر 11 الحكم الشرعي يقعنا الجوان ديس الاحكام ديس الادب. الحكم مزوارو الدعاء عند دخول المسجد والخروج منهم. الله يبارك شحال جوا ما عندنا خدمة الدعاء الدخول الدعاء الخروج. ولد نحفي ضرا اتي ديغر اتي ديغر اتي ديغر كثير في الشفاطيكي. اذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل لاش هذيك صدارة يفوس بعد ديني اللهم افتح لي ابواب رحمتك ربي افتح لي ثيبورا من رحمي مري فغ هذه فاصوص الماض اللهم اني اسالك من فضلك. تلقى الحديث الصحة السوفريتي ديال الامام مسلم. ولكن غاوي الايكي الحديث شو تتذكر ايدينا ربي سبحانه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا وابتغوا من فضل الله. اللهم اني اسالك من فضلك. الحكم والسن صلاه تحيه المسجد وين يشمل الجمع اذا قضى الصلاه ركعتين فقيل السنة عند جماهير العلماء يعني وعند الإمام الأربعة كالملان الإمام الشافعي أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد بن حنبل معناه تحية المسجد ركعتين. ولكن دقيت مثلا سمحتي ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يولي وان ميكش من الجامع ولي تغيميارا ألا ما يزول ركعتين تلقي تحية المسجد سقرن سنس مرة. ولكن كنت سمكثير نهضرت في نقطة ياكي لي الدروس اللي عدان ناد ولكن ما فيش مغ بعد العصر بعد العصر زوض العصر بخاميك تكش مغ دار ذاكي الجامع يسكت الزرد متزابر لكن تخدم ذي قرز باش نسعر المشاكل اللي جوا معنا. ما بعض المذهب المالكي يناد وتزلر ركعتين وتزلر ركعتين خطر اللي والحديث يناد ثقي صلاة النافلة صلاة النافلة ممنوعة ير العصر وكذا المغرب ألا ما يدن الشيخ المغرب ممنوعة ما تبقى الحكم الفقهي كي صحة إما ولكن كيني خاطئ يا خويا أطبق الحديث ظاهر الحديث وزيد كان العلماء منهم الإمام الشافعي دينا ولو بعد العصر الصلاة أي غار إن خطر ثقي صلاة ذات سبب تسعى السبة ذا شو السبة في شغل الجامع لو كان تقول خامي وزيد زلارة مما دام في شغل الجامع صلى ركعتين صافا كنت خضم تنكرس يا جماعة الخير غير دنيا ولا باش نسال المشاكل خاطر لا يخير الجوامع لا المشاكل هادي يا سي ولدي رمزي يروح هادي الزار دي كريم بمغار بما دينا جديد وكذا كرواه روحوا يا جماعة الخير استقصيت اذا غويض كيف يساد قيمة دي كرواه سيني اكل الزار ركعتين يا رانت مجيني غير نخدم ولكن ثا مسلمين اخذوا سوى المحبة اخذوا الله نورمال ديك السونسونيك هاكي سي مخي ماشي سونسونيك يوم فريد وايض ولا شيف يعني تساكي تا مسني ذا يسنا ماشي لايف والقرار ما كانش منها خاطئ استقصي تساروت انت مسلم ايوا اذا وخام ربي ذا بشتي كان كنت سمحتي لكن دي قرار ابن عرفه لكل مسجد تحيه وتحيه المسجد الحرام الطواف الجامع عندها تشمل صلاة ركعتين تحية المسجد ما يبكى ربي سبحانه يوضر البيت العتيق الكعبة الشريفة ذينا ماشي ركعتين الزويرة ألا الطواف أو كان السبلي الحجر الأسود الأسعد عند إلا خذ مسجد سبعة الشواط بيان ميت فكر ثلاث صلاة توجورا بدل قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مث فوق السبع شواط روح فيزي مقام ابراهيم هذا سكا شويه الله عنده ولاش الزحمه زلص ركعتين ثم زور الحمد اكذ قل يا ايها الكافرون في سلاس الحمد اكذ قل الله احد السلام عليكم السلام عليكم
أقرأ كثير وصل الصلاة إلا وين النظام إما إلا ستور إنه في الزمانات خمطة وعافق والغاشي وكذا زركاتي زركاتي في الزمانات خمطة وعافق ماشي في كل ما فيش مدغة صعود حيلوان دا وسمى دارت خمطة وعافق تعيض وسمى دارات هالك يوضيق والغاشي وكذا إلى آخره الحرج بلك زركاتي شو ناشو لا حرج زركاتي فنطبق الحديث الحكم والثلاثة عدم اختراق الصفوف وتخطي الرقاب فكذا غيوث البدعات خدم شرق ذن قوس الجمعة الديسيون وروتار هذا غادي دي شمسي ثبور هذه الديماري هذه كماسي هذه عفس في قرية الغاشي هذه تفسني قرية كا ثني تسراك الجليس هذا حرق لاشي يجبد يجبد ما ديوض وثي كوات ديوار ذاك يسادور وطارا الغاشي بضل 12 ونص الوحدة غير نسيب ضد في الوحدة ونص ولكن هذه حرق لاشي ديوض على مدى يرى ذي صدر كعتين باش هذه الجريمة بالشيخ تقيك حسب الصقدات ترفقا صح صح ونجرب كل مدرسين دي فضل استعيض يثمات البلك 24 ساعة وتصدر جيم ربي يأخذ فصل كارتين روحك هيد الجينيض انك قريو يا ناطس يوثم ربي روحك انك فيها ساعة تغيمين ويقول لك الشيخ والله تخدم لك الشيخ هذي يضكسيني بطل حبس الجينيض يا أخوي الجينيض أم هي هدي قلت لي ذاك يزيد فيك مش أصدر ريس دوكا إلى آخره بعد أصدر بلاك مش تفضل غاشي يا خويا الحداقة سيضط تفهم كان يشان دافع وإذا غام ذا بك لقد تشار صفوف صفوف من رسالة أخرى ماشي فيك وادقي من يونكا يونكا نسويسا خاطئ أنت تشار صفوف أنت تشار صفوف سيدي باش من ديوسا لا دي الشام ذا يفور رضي الله يجي إلى آخره ثقيم من وعث مثلا سلامات إلا ذا خير حاجة النظام إن الحكم وصل أربعة منع دخول المساجد وقاد يعني يتشا في الشرث نغي يتشا الفصل الدوبلاس الفصل الخير الفح من بعد يشمد يشمد ذاين كان ذاين كان تشوف غادي يوصل الريح خطي ذاك يا خويا العزيز خدم حسابي قرا صوت الجامع تيخرج الفصل شي ثابر الى عيش ان شاء الله تبرحتك بصحتك مثلا لا حديث في هذا الباب مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم يعني في الشرف إن فلا يقربن مساجدنا هذا بعد الجمعة من أكل ثوما أو بصلا الحديث وايض أما تشرت أما تفصل إنك فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا يعني باش لا يؤذي خطر حتى الملائكة تتأذى الملائكة قلنا لنا الجمع تتأذى تضر ذغل من كيف كيف هذا ثلاث الحكم ويس خمسة ذا شوذ تنظيف وتطهير المساجد من كل أذى يعني يا من الجماعة قلنا الله يبارك لك يا عزاز قال خير الربح إيلاق الجماعة دي زدي زدي أثنزي زدي ماشي كان قال اللجنة الدينية غير الإمام غير المؤذن خاطئ أكن من لث على خمسة توفي الحاجة أكل وسخ دميثيد ردي الجيبي ردي الجيبي كان بعد سوف كثر الله خطر من تفكاسين الأحاديث ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي يفكيس النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه شو الله ليست يكو ذا شو خذ ما قس عن لاجر كل حاجة يفكيس ربي لاجر إنك حتى القذات يخرجها الرجل بالمسجد القذات زرب شو القذات يعني تخش لو نمش طوح مش طوحني خلاص خلاص وينكني يكونك ذي سيطة استخدم الله كام تخش لو نمش طوح نظيف نتجرى على الحاج ذي مش طاحك نغذيك أنا مش طوح نظر من لك وين ما تقصد سعر لاجر هذا الحديث يسوف غيد الإمام أبو داود وكذا الإمام الترمذي أشكث الحديث أجي أدينا الحديث وايض يلها مليح ثاني النبي صلى الله عليه وسلم استقصى في وثن تمطوث تمطوث يبضي هذا الخبر باللي كانت تقوم يجي المسجد معناه الزيز دي الجامع الزيز دي الجامع يشفى يا سنفي صلى الله عليه وسلم المذي يباش يسقسى في الناس ناس تموت ناس تموت ولكن كل كلمة سيف كان غزال في صلى الله عليه وسلم في الخدمة قد خدم لا شو سينا إنيس فهلا أذنتموني لو كان يتخبر لو كان يتخبر من بعد ذا شو يخدم فأتى قبرها فصلى عليها إنيس أندس انطلع مندس كيس مال قريث موت طال شحال بوس الفلس يروح
يبصص كيس الزول في لسنا بصلاة يعني باش إن شاء الله تسوي نشر الصلاة نس أكثر وقيل حديث يسوف غيهد الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام ابن ماجه. طيب سيدي يهضر داخل الحديث أنس البصاق في المسجد خطيئة كرمكم الله وقال يعني يسوس حاشاكم داخل الجامع سورتو زيكمي ذر ملاكني وكذا الأخير من بعد ناد وكفارتها دفنوها فقي ماشي رد صبح هذه قصة الله ولا دخل جامع الله مكتلة زيك ذاك ضرمل ذي النولي يغلظن يعني يا كربكم يسوس فكا تسيغهم سوكل تسينطر سوكل. الحديث قد غيسوف غيهد الإمام أبو داود الإمام الترمذي والنسائي وغيرهم. ثلاثة حاجة نظر دي رمضان في كوال دي رمضان الغشية فطر داخل الجامعة يتسمرني وكذا شوين زلابية إلى آخره لاني شير الجوامع سلتو أرض فير الظراف أتصدق أنك كذا موكت أن تفض تسمر الزرادة قوار من الناس الله يبارك الجامع صدي ما شاء الله من الجوامع أن دا أتخذ مضاك غير موكت أن تفض تسمار شوية زلابية إلى آخره داخل ولكن تريد شان تسمار بعد شان تسمار سيدي مبافا يوزام يدعى ربي سبحانه إلى آخره ولكن تسمارني لا اسم اسم نوخط الجامع القبيل زدي قد نغى الحكم وستة منع التسول في المسجد نخرج المسجد بس برفع الصوت صراحة يعني لانك الجوامع لانك الجوامع بلا شك تصير ظلم الخوي هاك نريك فوشي اختصاص وصوص هذا الجمعة يقوى الغشي اذكر ذي الناس يا احباب ربي ساعدوني انا فقير عيون في الى اخر ذيون تشويش كرايا الشيء اللي كفل صلاة نسى لكم يا احباب ربي تجور 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 لكن ويا ضغط صدق بهي الموسيقى اللي في الراه دعوة الخير تصغيرت ولا شا دائما ربعكم تقرر حاشا وكذا يستسرن يستثورن من لانو قد يسن للنهاية السنة ديني غاين الزريغ اكرت الزرع اوم واتسيح للوضع مازال ما ديني شرب زلا فمش يعني تقيم ذاك وزلا ضرب بعد ما يدفغني مزولا ستقر في كيد وليث كان يعني يوث الله ثقين مثلا ذاين ذاغا يتضرون الحرمة للجوامع ذاغا في السبعة عدم جواز البيع والشراء البيع والشراء داخل الجامع خدمه النيغوسياسيون مفاوضات زيزي كان لي كوبيراتيف ناقم شوان يضرون خاطئ داخل الجامع ويتو خدمه نبي صلى الله عليه وسلم نات اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له انتاس لا اربح الله تجارتك اول فرد هذه التجاره ايش ما دام في داخل الجامع يخدم الشغل حديث صحيح رواه الامام الترمذي. طبعا العلماء دل هذا الحديث وغيره على شدة الكراهة شدة الكراهة يعني مكروه جدا. طيب سيدي إلا ذا الحكم وايض عدم جواز التماس الضالة في المسجد يعني وين ما تروح غوسة أصروح لحاجة هذه تفهم مكروه جماعة الخير ثم تروحي ثخرة يطيروحي كذا وكذا ونسيوفانا تيدي في كذا خط خاطي أريد جزارة حديث شدينا يند من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ولسانه قذي يعني تسوه داخل الجامعة سيني تروحي تغوص روحي كذا أرثيتي فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا حديث صريح إني سوت صفو تغوصي كيف تقلفض إني سجوانا وتوفنا نريد شوالاكي ماشي شوالا كاين الدعايات وكذا وكذا ودين غير ناخذ دي فوا يسال السؤال لان شريتو ذي نورنا غير باكينين الى السنين الشيخ كادا ميكرو انفرح ها ثاني فلان يموت الجنازه يسكن كان فلاني ها ثاني فلان هذه خدم لا الدار عاون سيدي ولد من ربي ها ثاني فلاني هذه خدم اوبيراسيون في تيزي وزو جماعه ثاس دار المؤمنين الوغ راه الجماعه شوالا هكا راه ماشي هكا اكتفي بهذا خاطر لو ان يضر اكثر لو ان يضر اكثر ولكن مازال خير في الامه دائما نقطه ثانيه سمحتي منع كل ما يشوش على المصلي يعني اين كري ريشوش ينزل في الخشوع اما ذوال السوغان اما الجدل صاخبني اما رمي الحذاء تخبر بفاكني تصفر كيس سريحي صباغني ساكني يا ديستانس ترتق ترتق تصفر لك
أخدم لكني في قيو كذين يخل في التصرف قال يخل في الحلاقة هو ربي وتخدم أنا وقول السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.